السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم سيكشن في الريفت. في الحال برنامج الريفت بيرسم سيكشن بطريقة سهلة جدا، تاخد ثانية واحدة تلاقي السيكشن اترسم. أول حاجة بعملها بخش على فيو، بقوله سيكشن، وأبدأ أرسم المكان اللي أنا عايز يبقى فيه سيكشن. وليكن مثلا المكان دوت من هنا لهنا، تمام. دي حدود الرؤية بتاعة السيكشن بتاعتي، ممكن أصغرها او اكبرها زي ما انا عايز. ممكن اقول لا انا عايز بس هي الجزء دي بس زي ما انا عايز، تمام كده خلاص. يعني كده انا حددت المكان اللي هتعمل فيه السكشن، تمام. ممكن اقلبه اقول انا عايز الناحية التانية السكشن يبقى الناحية التانية. عايز اشوف بس السكشن اروح ليه، باجي هنا كليك يمين واقول له جو تو فيو، بس السكشن اترسم بكل بساطة. بقى معايا سيكشن اللي كنا ممكن نقعد فيه كذا يوم. الميزة في ايه الموجودة؟ ان انا لما اروح للوحة الاولانية، تمام، والغي حاجة ديليت اوتوماتيك، لما ارجع للسيكشن الاقي حاجة اتمسحت، تمام. دي الميزة اللي موجودة، في اكبر ميزة ممكن تلاقيها في الريفت، ان هو اوتوماتيك بحس بالتعديل. فلو انا جيت هنا مثلا وطلعت الصاج ونزلت الصاج عملت اي تغيير يظهر معايا اوتوماتيك هناك، مش محتاج ان انا اعدل في الاتنين مرة واحدة. عايز تشوف السكشن بطريقة احسن، تمام، اجي هنا واقول عايز فاين، لا سكشن ظهر لي. عايز تحسن الرؤية برضو شيدنج ويز ايدجز، تمام خلاص سيكشن مرسوم. ممكن تطبعه، ممكن تشوفه، ممكن تقدر تغير فيه، تقدر عايز كده. انت بقيت شايف سيكشن، فالحاجة اللي انت كنتش قادر تعدلها في البلان تقدر تعدلها من هنا، تظهر معاك اوتوماتيك هناك. يعني على سبيل المثال نلغي ديت ديليت وروح نشوفها في الميكانيكا، تمام، هتلاقي الفليكسيبل هو اتلغى من هنا.